ممكن تكون حالة خاصة يعني. الأستاذ جابر كمال. أستاذ السلام عليكم. جابر وعليكم السلام، اتفضل يا فندم. والله حضرتك كان يعني أنا بشكر الباشمهندس شريف على مجهوده، يعني دي حقيقة الواحد يقولها، بس إحنا مشكلة كبيرة جدا عندنا في المنطقة الثالثة، المجاورة الثالثة. حضرتك يعني لو جت علينا مثلا، إحنا مشطبين الشقق بتاعتنا كلها من 2011 لغاية دلوقتي مش عارفين نسكن، ما فيش عمود نور واحد منور في المنطقة، الشوارع كلها ما فيش سفنتة، ردش في كل حتة، يعني لدرجة حضرتك أنا كنا يعني بودي حاجات عشان بشطب الشقة، والله الديابة طلعت علينا، ما فيش، الناس مش عارفة تسكن. نفسنا أمنية حياتنا إن إحنا ننقل في الشروق، يعني أمنية حياتنا. هتنقل قريب جدا إن شاء الله. والله يا باشمهندس يعني يا ريت، يعني حضرتك فعلا الحياة هناك رعب. حاضر يا فندم، قريب جدا والله هنبتدي في المنطقه الثالثه برضو، يعني هي داخله برضو معانا في خطتنا. حاضر. يا ريت والله يا باشمهندس، يعني كتر الف خيرك، عايزين ننقل ونعمر، يعني احنا عايزين نعمر المناطق دي. طبعا.